مساء الخير، تسعدني الليلة استضافة قامة إعلامية ثقافية وأدبية. هو مؤلف وباحث وأستاذ في علم الاجتماع، له العديد من الكتب والكثير من المقالات. معي الليلة للدردشة حول مسيرة حياته الزاخرة بالإنجازات والحافلة بالأفكار والآراء الدكتور محمد الرميحي من دولة الكويت. سنتعرف عليه ولكن بعد متابعة هذا التقرير. قامة إعلامية ثقافية وأدبية، مؤلف وباحث وأستاذ في علم الاجتماع في جامعة الكويت منذ العام 1973 حتى اليوم، متخصص في الاجتماع السياسي والتنمية الاجتماعية والثقافية، اسم يفخر به العرب، هو القائل: كن شجاعاً واستخدم عقلك. دكتور محمد الرميحي، أهلا وسهلا بك. أنا سعيدة جدا لقبولك دعوتنا بالحضور عندنا في. شكرا على الدعوة. الله يسلمك، تسلم. نبدو دكتور محمد الرميحي من النشأة الأولى، المولد والتربية، وين كانت؟ أنا ولدت آخر العنقود، وبالتالي كان لي يعني مكانة مختلفة تماما في العائلة. يعني كان عندي 4 أخوان وأخت واحدة، بس ولدت متأخر، بمعنى أنه بيني وبين أختي اللي هي الأكبر مني حوالي 8-9 سنين. ووالدتي رحمها الله قالت لي أن هي ما كانت راغبة بهذا الحمل، وحاولت أن تتخلص مني أكثر من مرة، بس لم يحدث هذا لحسن حظنا يعني. لذلك عشت طفولة يعني لم يكن لدي أقران في سني، لهذا السبب كنت أقرأ. كان عندي أخ أكبر مني كبير، وكان دائما يحرص على المجلات. احنا نتكلم الآن على وسط الأربعينات باتجاه الخمسينات في دولة الكويت. نعم، هذه المرحلة هي مرحلة الانتقال من المجتمع القديم إلى المجتمع الجديد، إلى المجتمع النفطي. نعم. لهذا السبب لما كنت صغير كنت أختلي بنفسي وأقرأ، وهذا من هنا يمكن بدأت فكرة القراءة. لما دخلت المدرسة أيضا شعرت بأني متفوق في المدرسة، إلى درجة أنه في الأسابيع الأولى من دخولي إلى المدرسة رقوني من التحضير الأول إلى التحضير الثاني، واستمريت طبعا في التعليم والتفوق إلى حد ما بتفوق. نعم، إلى حد ما بتفوق. كنت محظوظ طبعا، لأن كان وقتها بدأت موضوع القراءة تنتشر، وأيضا وصول المجلات والكتب كانت سهلة، وكان في مجلة ولا زالت تصدر الحقيقة، وأعتقد أن الناس أهملوها، بس هي مجلة مهمة جدا اسمها القافلة، بتصدرها أرامكو، مجلة ثقافية مهمة جدا، أنا لازلت أقرأها. بدأت أيضا أقرأ القصص، يعني من القصص القصيرة اللي قرأتها اسمها كلهن عيوشة، وكانت تتكلم عن وضع المرأة العربية والمصرية بالذات. فتكونت ثقافتي بهذا الشكل وأنا صغير، ومن هنا تطورت الأمر إلى أن دخلت الجامعة. وبعد ذلك أخذت الثانوية من الكويت. دخلت الثانوية، وثانويتك كانت علمي صح؟ أنا كنت أدبي الحقيقة، ولكن أصدقائي كانوا راحوا علمي، فعملت إضراب، تشاجرت مع الناظر، قلت له أنا لازم أروح علمي. قال أنت أدبي وكويس، روح علمي. ورحت علمي بالفعل، بس أنا حقيقة ميولي أدبية، بعدين نعم. كملت أدبي طبعا. بس درست علمي في الثانوي. دخلت علمي في الثانوي. نعم. وبعدين درست علم الاجتماع. وبعدين درست علم الاجتماع في مصر هنا في القاهرة، وتخرجت أعتقد 66، ورجعت إلى الكويت، قعدت فترة قصيرة جدا، وذهبت إلى بريطانيا. ما هو السبب لدراستك علم الاجتماع في هذا الوقت يعني؟ الآن يعني بعد كل هالتجربة هذه وجدت أن العلوم الاجتماعية مظلومة في مجتمعنا. بدون علم الاجتماع ما تستطيع أن تفهم المجتمع اللي تعيشين فيه أو المجتمعات الأخرى، ولا تستطيع أن تتعرفي على مسيرة الإنسانية.
بس هل كنت مدرك للنقطة هذه لما لا ما كنت مدرك بهذا الوعي اللي أشعر فيه الآن، ولكن كانت تشدني أيضا قراءة العلوم الاجتماعية من منظور الروايات. نعم. وبالتالي يعني من هنا كان هذا المدخل. ولما ذهبت أنا إلى بريطانيا، وذهبت إلى منطقة جميلة جدا في شمال شرق بريطانيا اسمها درهم. نعم. هذه بداية السبعينات، كان موضوع علم الاجتماع بدأ يأخذ يعني وضعه وبيأخذ أهميته. نعم. وهناك اكتشفنا أيضا حتى دارسي علم الاجتماع العرب مثل ابن خلدون وغيره. يعني لم تدرس مثلا ابن خلدون في الجامعة؟ لم أدرس ابن خلدون في الجامعة، لا لم أتعرف عليه إلا لما ذهبت إلى بريطانيا. نعم، احكي لنا على تجربة كتابة الباب الأول من رسالة الدكتوراه في بريطانيا. طبعا أنا كنت تعلمت الإنجليزية، وكنت أعتقد وكنت أكتب على الآلة الكاتبة، وكنت أعتقد أن أنا مبرز يعني فيها. فرحت للأستاذ وقال لي أنت تستطيع أن تكتب؟ قلت لا طبعا. فقال لي طيب روح اعمل لي الفصل الاول. فرحت كتبت الفصل الاول وجبت له فخور واعطيته اياه. قال لي مر علي بعد اسبوع. فبعد اسبوع رحت يعني مبسوط على ان عملت انجاز بسرعه، كتبته في 3 أشهر. فجلست، قال لي انا انصحك بتاخذ هذا الفصل وترميه في اقرب سله زباله وتذهب لقراءه المنهج. يلا قسوة هذا الدكتور. قسوة يعني. إيه بس أعتقد علمني درس. نعم. مهم جدا. أكيد. ما هو الدرس الذي تعلمته منه؟ تعلمت أن لا يوجد أسانسير للنجاح، يوجد سلم. بالضبط. عليك أن تطلع السلم درجة درجة. بالضبط. إنما الأسانسير اللي بيأخذوا طلابنا الآن. أيوة. ما كان موجود أبدا. جميل. احكي لنا على مصر في الستينات، وانت عشت في مصر، درست الجامعه في مصر، كيف مصر كان المجتمع؟ مصر مختلفه. احنا جينا في مرحله يعني مرحله اولا كانت مشموله بالناصريه. عفوا، تخرجت في 66؟ 66 صار. نعم. يعني قبل النكسه تخرجت؟ قبل. اي ما حضرتها. لا ما حضرتها. وطبعا الجيل اللي قبلنا كان يحكي لنا على مصر أن القاهرة كانت يعني تنظف شوارعها بالماء والصابون. صحيح. في ذلك الوقت. وطبعا مصر كانت زبدة الجهد الثلاثيني والأربعيني، كان أساتذة كبار. نعم. وكانت يعني أم كلثوم، المسرح، مسرح التلفزيون، يعني كان يوم الخميس ليلة الجمعة هذا ليلة فرح بالنسبة لنا كطلاب جميعا يعني. وكانت يعني يا إما سهرة عند أم كلثوم، يا إما سهرة في أحد المسارح. فكانت حياة ثقافية غنية جدا يعني. وكان عندنا حياة طلابية أيضا صاخبة. كان في وجهات نظر، كان في بعثيين، كان في قوميين في هذه المرحلة اللي هي مرحلة التفتح يعني. وأيضا كان في شيء مهم جدا اللي هو الاختلاط بين الرجل والمرأة وإحنا طلاب. نعم. وهذه جديدة علينا، أن مجتمعنا ما كان يعني كان فيه ولكن لم يكن بذاك الحجم. وعملنا صداقات أيضا مع عدد. إحسان عبد القدوس. إحسان عبد القدوس كانت رواياته ممتعة ولا زالت. في مجتمعنا كان إحسان عبد القدوس كان عليه يعني علامة استفهام، فكنت أخبي عن رواياته لما أروح إلى البلد، وساعات تصير في خناقة عليها أيضا. لأن إحسان عبد القدوس كان يكتب عن المرأة، يكتب عن الحب، يكتب عن كثير من القضايا. جريئة شوية كانت. نعم. بمقاييس جريئة في المقاييس ذاك الوقت. نعم. طيب، عندي سؤال بالنسبة للمجتمعات، وأنت حضرتك دارس علم اجتماع ومتخصص فيه، يعني المجتمعات تتغير، مجتمع الستينات غير مجتمع السبعينات غير مجتمع الثمانينات والتسعينات والألفينات، ولو قارنا مجتمعاتنا الحين بمجتمعات الستينات والسبعينات نجد تغيير كبير. يعني كيف تتغير المجتمعات؟ هل من الممكن التخطيط بحيث نغير المجتمع، ولا هناك أسباب أخرى برأيك يعني؟ شوف، في نظريات علم الاجتماع، في مجموعة من النظريات تفسر التغير الاجتماعي. احنا قد تتغير مجتمعاتنا في الظاهر، ولكنها في الحقيقة في الداخل لم تتغير.
بالضبط. يعني لما الواحد يفكر في مجتمع الستينات والسبعينات يشوف بما يسمى التحرر ربما الشكلي، ولكن هل تغيرت الذهنية هذاك الوقت؟ لا ما أعتقد، لا ما أعتقد. يعني أنا يعني مقتنع تماما، وأعتقد أن هذه نظرية قابلة للفهم، بأن المجتمع عادة يعتمد في علاقاته الاجتماعية فيما يسمى بالبنية الفوقية للمجتمع، اللي هي العادات والتقاليد والثقافة إلى آخره. نعم. إلى آخره، هي نابعة أساسا من أسلوب الإنتاج. فإذا كان أسلوب الإنتاج بشكل عام، إذا كان أسلوب الإنتاج زراعي، فأنت مجموعة القيم الزراعية هي موجودة حتى لو انتقلت إلى المدينة. صحيح. وإذا كان المجتمع صناعي، فبالتالي مجموعة القيم هي لها علاقة بذلك المجتمع. لهذا السبب يعني مثلا في مجتمعات الخليج، أنا أقول لطلابي دائما نحن مجتمعات انتقالية، يعني إحنا غادرنا أساليب الإنتاج السابقة ولكن لم نشارك في أسلوب الإنتاج الجديد. نعم. يعني هذا النفط يعني ناس اكتشفوه وأخرجوه وباعوه وأعطونا الفلوس، بالتالي تجدي بأن هذا المجتمع له مظهر المجتمع المتقدم ومخبر المجتمع المتخلف، وأعتقد هذا ينطبق على معظم المجتمعات العربية جدا. لأننا لم نساهم في أسلوب الإنتاج الجديد. العولمة طبعا أدخلت علينا بعض أساليب الإنتاج الثانوية، ولكنها لم تتأصل في المجتمع، لذلك أي هبة بترجعنا إلى الخلف. يعني احنا مثلا في السبعينات كانت الكويت بلد منفتحة، ثم جاءتنا هبوب الصحوة. نعم. فأثرت علينا تأثير كبير، أعتقد يعني أنها أثرت على كامل البلاد العربية، وأنا أعتقد هذا جزء منها، يعني جزء أساسي، يعني المشكلات السياسية الكبرى اللي دخلنا فيها، وجزء منها أيضا عدم وجود مشروع للدولة الحديثة. نعم. العربية. هل تعتقد أن مشاريع الدولة الحديثة بعد الاستقلال، الدول العربية بعد الاستقلال فشلت كلها؟ فشلت تماما. نعم. في وقت المستعمر كان وضع شوي مجموعة من القواعد اللي يعرفها، يعني في الأنظمة المختلفة، في النظام التعليمي، في النظام القانوني، في النظام الإداري، هذه بعد الثورات العربية كلها خسف بها الأرض، وبدأت اجتهادات غريبة عجيبة. يعني أخرجنا مجموعة من الزعماء اللي هم أقرب إلى العصفورية منهم إلى العقل الصحيح، ولم يكن لديهم مشروع، وكثير منهم أيضا تعليم بسيط، وكثير منهم عسكر. هل اللوم يقع على الحكام فقط؟ لا، يعني يقع علينا جميعا، ولكن طبعا دور الفرد مهم جدا في المجتمع، خاصة إذا كان قائد، وبالتالي القيادة مهمة، ولكن أيضا المجتمع له دور. إنما دخلنا في مرحلة يعني استقطاب دولي شرقي غربي، صراع بين الغرب والشرق على منطقتنا، صراع على الموارد المتاحة في هذه المنطقة. ساعدت هذه الآلية على خلق زعامات قريبة إلى الشمولية. نعم. وصار في تنظير لها، يعني مثل الحديث عن المستبد العادل والقصص. نعم. من هذا النوع. نعم. وبالتالي ولا زال هناك من ينادي بالمستبد العادل، ولا زال هناك من طبعا جمال الدين الأفغاني هو اللي رسخ الفكرة في البداية، اللي بيعتبروه البعض أنه مصلح، وأنا أعتقد يعني إحنا كمان يعني فهمنا وقراءتنا لهذه الفترة قراءة محدودة. يعني خذي مثلا تحرير المرأة، الشخص المهم في هذا الأمر طبعا ما يحضرني اسمه الآن، ولكن لما تقرأي إلى الآن هو كان يطالب بأن تتعلم المرأة إلى المدرسة الابتدائية، إلى الصف الابتدائي. كثر خير. ومع ذلك مثلا المتشددين حتى اليوم بيعتبروه يعني شخص فاسق وخارج عن الملة إلى آخره. بس ربما ما دعا إليه كان مناسبا في عصره ووقته، يعني بشكل ما. ولكن الإشكالية اللي نواجهها إلى اليوم أنه ما هو المجتمع الذي نريده، يعني ما هو دور المرأة مثلا فيه.
وعدنا لمواصلة الحديث مع الدكتور محمد الرميحي. دكتور محمد، كنا نتحدث عن دور المرأة وعن أعتقد قاسم أمين. نعم. اللي كنت تتحدث عنه. هذا صحيح. نعم. كيف ترى دور المرأة برأيك؟ أعتقد الآن يعني وصلنا إلى شبه اتفاق بين كثيرين بأن دور المرأة العربية هو تمكينها تكون مساوية في الحقوق والواجبات للرجل، وهذا ما يقول به معظم البلاد العربية، هكذا تقول. يعني ربما القول موجود، ولكن في الواقع الموضوعي بالتأكيد مختلف. يعني لا زال فيه عدم المساواة من الناحية القانونية كمثال. نعم. عدم المساواة من حيث الوظائف، الحصول على الوظائف. نعم. عدم المساواة في احترام حريات المرأة في الحقيقة الكثير. وعي المرأة بذاتها أيضا لدينا مشكلة، لأنها مترسب من المجتمع القديم. نعم. أنا أسأل طالباتي في وقت الأوقات الانتخابات في الكويت، إذا كان في امرأة جيدة وفي شخص آخر، من تنتخب؟ ينتخب الرجل ولا ينتخب المرأة. بالتالي هذا دليل على قصة الوعي. وتشوفي تسمعي طبعا حتى في وسائل الإعلام الحديثة. نعم. حديث المرأة عن نفسها أو متطلباتها متواضعة جدا. نعم. فرقت أنت في حضرتك في واحدة من المقالات بين الاستقلالية المادية والاستقلالية الشخصية للمرأة، فهل توضح لنا، يعني هل وضحت لنا الفكرة بالضبط؟ الاستقلالية المادية تؤدي إلى الاستقلالية الشخصية. نعم. نعم. يعني في الأسرة التقليدية إذا كانت الفتاة لا تعمل، فكلام الأخ الأصغر عليها هو اللي ينفذ، بس إذا كانت تعمل وتجذب للأسرة دخل فاحترامها يزيد. نعم. صار أيضا تصور أنه في أثناء الزواج أن الشاب يقبل على الزوجة العاملة. نعم. يعني حتى في منطقتنا، في منطقة الخليج، بسبب اقتصادي في كثير من الأحيان يعني. وفي بعض الأحيان لا تكون لديها الاستقلالية الشخصية كما يجب، هي تعمل وتأتي بالمال ويأخذ الزوج، تصرفها على بيتها، وفي آخر المطاف الكلمة الأولى والأخيرة للزوج. طيب هذا جزء من الثقافة. يعني هي الإشكالية الحقيقية في الثقافة، في ثقافتنا. نعم. العامة العربية، وهي موروث يعني طويل الأمد، والخروج منه يحتاج إلى تكاتف المنظومة القانونية والمنظومة السياسية والمنظومة التعليمية والمنظومة الإعلامية. طبعا لدينا رائدات الحقيقة في مناطق مختلفة من طبعاً. العالم العربي، ولكن في الوجه العام المرأة مقتنعة بدورها الثانوي، مقتنعة بخضوعها للرجل، وتعتقد أن هذا جزء من الأنوثة، جزء من السبميشن كما يقال، وهذه عملية ثقافية. طبعا أنا واحد من الناس لا أطالب بأن تكون المرأة العربية كمثيلاتها في الغرب، ولو أن فهمنا أيضا للمرأة الغربية مختلف. يعني أكيد. مختلف تماما. أكيد. ويضخم من قبل المتشددين بأن هناك يعني فسق وفجور وإلى آخره، وهذا في ربما شريحة صغيرة من الناس. إنما المرأة العاملة في الغرب استطاعت أن تحقق ذاتها. وأيضا قضية المرأة كما تعلمي قضية تاريخية. يعني يعني ربما تستغربي أن المرأة في تركيا أخذت حقوقها السياسية قبل أن تأخذ المرأة الألمانية حقوقها السياسية. صحيح. صراع المرأة البريطانية من أجل حقوقها السياسية أخذ فترة طويلة. بعض بلداننا العربية وضعت كوتا للمرأة. احنا مثلا في الكويت كان في نضال طويل لفتره طويله، من يعني من 62 الى 2009 تقريبا، كانت المراه محرومه لا من التصويت ولا من الترشيح، ولا زالت المراه يعني تعاني في بعض بلداننا العربيه باشكال مختلفه
من الدنيا. صحيح. تحدثت عن موضوع تمكين المرأة، وقد جذبني في مقالة عصر المرأة العربية والمسلمة نقطة، وهي إرجاعك إلغاء نظام الرق والعبودية لأسباب اقتصادية، وذلك بعد تحول العالم من الزراعة إلى الصناعة. وشدتني فكرة إسقاطك تلك الفكرة على موضوع تحرير المرأة وتحررها، فأرجعته إلى العامل الاقتصادي. الموضوع هذا ذكرني بتقرير شركة ماكنزي المشهورة، كان في 2012، عن أهمية دور المرأة على الاقتصاد العالمي لو تمت الاستفادة من خبراتها على المستوى القيادي في كافة المجالات وإلى آخره. معناها يعني الموضوع أصبح مربوط بالدور الاقتصادي. في البعض يعني لا يريد أن يعترف بأهمية العامل الاقتصادي، ولكن العامل الاقتصادي هو محرك المجتمعات. يعني حتى موضوع تحرير المرأة. حتى موضوع تحرير المرأة بالتأكيد، يعني هم حتى موضوع تحرير العبيد، عندما يعني كان إبراهيم لينكولن والصراع اللي تم، قال لهم إذا حررتوا العبيد الاقتصاد راح يزداد. لأن العبد هو قن لا يستطيع أن يأخذ مال على عمله، إنما يعني يطعم ويشرب ويعيش. عندما تحرر العبيد أصبح عندهم مال، فأصبح يستطيعوا أن يشتروا المنتج الصناعي، وبالتالي صارت الدورة الاقتصادية أكبر. وهذا العجيب أيضا في الاستعمار والمستعمر، يعني مثلا بريطانيا كانت مستفيدة من الهند استفادة كبيرة، ولكن تبين أن بعد ما تركت بريطانيا الهند استفادت أكثر بكثير مما صحيح. كانت عليه بسبب الوضع الاقتصادي. يعني كل ما جعلتي من أفراد المجتمع قادرين على المشاركة في الدورة الاقتصادية، كل ما انتعش هذا الاقتصاد، وكلما عزلتيهم كلما ضعف هذا الاقتصاد. الآن احنا عشنا في مجتمعات، أنا بتكلم عن نفسي وأعتقد جيلي، المرأة كانت منتجة ولكن دون أجر، كانت تعمل في البيت، كانت صحيح. تطبخ، كانت طول عمرها تعمل، وفي المزارع في مجالات متعددة، ولكن كانت بدون أجر صحيح. ولهذا السبب كانت المرأة مهمشة. دكتور محمد، في مقالة حديثة لك أكتوبر 2018 بعنوان الخوف من النساء، كتبت قائلا: أصبح الخوف من النساء مرضا يصاحب معظم الرجال في عصرنا الحالي تقريبا، فأنت لا تستطيع اليوم أن ترفع نظرك في امرأة، لأنها إن بلغت عن تلك النظرة أنك تتحرش بها فمصيرك السجن. كيف والرجال هم من يحكمون دكتور محمد في كل أنحاء العالم؟ الرجال هم من يحكمون، فكيف بالله عليك يعني، وخاصة في بلادنا العربية؟ بلا يعني شو يعني كلها رجال يحكمون الآن يعني. مع العولمة صارت الأمور متداخلة. وأنا حقيقة لفت نظري لما كتبت هذا المقال مشكلة مي تو، اللي هي المشروع اللي تعمل في أمريكا. عملتها سيدة، وبدأ على وسائل التواصل الاجتماعي، وفجأة خلال أسابيع طلع أن عندها 90 مليون يعني متابع. ثم أثارني أنا يعني إثارة شديدة أن واحد من الفكهين الأمريكان اسمه بيل كوزبي، وهذا رجل ممثل كوميدي ومعروف عمره 80 سنة، نعم، فاشتكوا عليه أنه في سنة 1973 معاكسهم، فحكموا عليه بعشر سنوات. مسكين يعني 82 سنة وعشر سنوات، خلاص ما عاد في حيل يعني. وسجنوه طبعاً يعني حالياً موجود في السجن؟ موجود في السجن الآن. صحيح. طبعاً موجود في السجن. أيضاً رئيس الجمهورية الأمريكية ترامب رشحه للمحكمة العليا، أيضاً خرجت واحدة لما كان عمره 17 سنة وقالت أنه هو تحرش فيني. فإذا قصة التحرش هذه مشكلة، أثارت خوف وجزع، صارت يعني صارت خوف. بس الظريف اللي يمكن ما نشر أنه في كثير من السيدات الكويتيات اتصلوا فيني بعد هذا وقالوا لي إحنا لازم نقعد معاك، سوقنا راح يفتر بعد صحيح. هذا الكلام، ما في حد راح يطلع علينا، وبالتالي سببت لنا مشكلة. كيف ترى علاقة المناهج بالموروث الثقافي فيما يخص دور المرأة، يعني المرأة بصفة عامة، مناهج التعليم؟ التعليم في منطقة يعني في العالم في إشكالية، وإحنا نعم. عندنا إشكالية خاصة، إن إحنا نشتكي من ضعف التعليم في دول اليسر وفي دول العسر.
ليش نشتكوا من مخرجات التعليم وعندنا هذا الكم الهائل من الخريجين والدكاترة والمهندسين والدارسين برا؟ لماذا كل هذه الشكاوى يعني؟ احنا نتكلم عن جودة التعليم وليس عن الشهادات التعليم. انا بس قبل اسبوع او يعني بدأت الفصل الثاني في الجامعة وعندي فصل بنات، فأسألهم عن انتوا ليش جايين الجامعة؟ شهادة استاذ. يعني انا ابدا وباي ثمن وباي طريقه وباي ثمن الشهادة. وباي طريقه يعني الى درجه ان احنا اصبحنا اصبح عندنا وباء اسمه الشهادات المزوره. نعم. فانت يعني لا موضوع المعرفه ولا موضوع المهاره ولا موضوع الموقف من الحياه، ماذا ينفعني انا دكتور لما يخرج من الجامعه وامشي وراه بسيارتي مثلا تلاقي يرمي الأوراق الكلينكس من الشارع بدون أي تفكير؟ نعم. بدون أي تفكير. نعم. أنا ما أعتقد بأن المنهج هو المهم، أنا أعتقد الأستاذ هو المهم، ونظرتنا إلى الأستاذ في التعليم العام أو في التعليم الجامعي نظرة دونية. أولا حقوق المادية، اثنين تدريبة. نعم. لأن أنت ممكن تحصل على شهادة دكتوراه. صحيح. بس هل عندك قدرة على التواصل مع الطلاب؟ هل عندك قدرة أن تقودي مجموعة من الطلاب من النقطة ألف إلى النقطة سين؟ نعم. في مرحلة زمنية؟ أنا عندي مقالة عن التسامح في المجلة العربي فوجدوها بعض الإخوان مهمة ودون أن أعلم وحطوها في كتاب مقرر على الطلاب، وأنا أكره أن تكون مقالاتي أو كتاباتي مقررة على الطلاب لأن يكرهوني بعدين. لماذا؟ يعني لأن يجبروا على دراستها وحفظها فاستدعوني في أكثر من مكان، وبعدين وجدت أن يعني من كتب إذا أحسن النية ساذج وإذا أسأل النية يعني شخص متآمر. أنا اسمي محمد الرميحي وكاتب عن التسامح. أول سؤال بيضعوا أسئلة، أول سؤال كيف تثبت أن كاتب المقالة مسلم؟ وما علاقة هذا بذاك يعني؟ هذا أنا أعتقد هو يعني اللي كتب المنهج يريد أن يتحدث عن التسامح في الإسلام إلى آخره. نعم. إلى آخره، وهذا النوع من الأسئلة. فالمهم يعني رحت مرتين ثلاث لمجاميع الطلاب. أحد الأساتذة يعني خرج معي وشكرني وإلى آخره ووصلني إلى السيارة. بعدين قال لي دكتور كيف نتسامح مع الفلانيين، وذكر أحد المذاهب يعني. نعم. ليش؟ قال لا هذا الكفرة. طيب خلص. إذا كان الأستاذ بهذا هذا هو تفكيره. بهذا. نعم. التفكير. بعدين لو لاحظتي إحنا عندنا جامعات حكومية. نعم. في العالم العربي. نعم. وعندنا جامعات خاصة. يعني عندنا في الخليج احنا حوالي 60 جامعة، 30 منهم حكومية و30 خاصة، بس ما في عندنا ولا جامعة خاصة غير ربحية. نعم. ملاحظة القصة دي؟ نعم. يعني هذا كمان مأساة. طبعا العمل العلمي الحقيقي في الغرب بشكل عام يصدر من الجامعات هو الغير ربحية، الجامعات الخاصة الغير ربحية. غير ربحية. وأيضا يعني أصحاب المال لدينا، وانا يعني جاي اليوم اقرا في موضوع في السبكتيتر، هي مجله يمينيه بريطانيه، واحد دافع 20 مليون لكامبريدج لجامعه كامبريدج. نعم. 20 مليون من اجل تدريب 100 واحد على الدكتوراه، 100 واحد بس من كل العالم، تخيل، حتى يخدموا البشريه. فأنت يعني طيب هذه الأموال جماعتنا مع احترامي طبعاً لما يقوم به من دعوة الإسلامية وبناء المساجد إلى آخره، بس التعليم هو الأبقى في رأيي. لكن ألا ترى معي دكتور محمد أن المناهج لازالت وخاصة في دولنا العربية لازالت ترسخ للدور التقليدي للمرأة؟ من يكتب هذه المناهج وفي أي صورة؟ يعني معظم المناهج الموجودة لدينا اليوم هي كتبت في أثناء فكرة الصحوة، وعلى فكرة أنا لم أنتقد الصحوة الآن، أنا كتبت مقال في العربي مبكرا لأنه أنا يعني على يقين بأن المشكلة ليست في الإسلام، المشكلة في فهمنا للإسلام. لماذا لما نسأل الطالب لماذا يعني درجتك متدنية في الرياضيات
يجيب الطالب عادة، لأن مدرس الرياضيات لا يعرف كيف يشرح. مش بس هذا، تسألي ابنك الصغير ماذا حصل في 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 رجلك، يقول إن الطاولة ضربتني. وبالتالي ثقافتنا العربية هي لوم الآخر. نعم، عدم تحمل المسؤولية. عدم تحمل المسؤولية. نعم. تسألي الطلاب أنت ليش متأخر، يقول لك ما لقيت موقف السيارات. صحيح. أو الباص تأخر علي. وهذه يعني دائما أنا أمثلها، إذا ذهبتي أنت إلى بلد واحد وشخص ما تأخر عن وصول، لماذا لم تأتي؟ يقول لك طائرة طارت عني، في حين الطائرة لها مواعيد يعني. نعم. بس الأجنبي شو يقول؟ I miss the train. صحيح. أنا فوت القطار. صحيح. فبالتالي صحيح. يعني موضوع ثقافي كامل. إنها ثقافة. نعم. ثقافة. موضوع ثقافي كامل. فرقت في إحدى مقالاتك مقال الإفاقة من الصحوة بين التعليم والتعلم. التعلم هو دائم، إحنا بنتعلم من السائق اللي بيوصلنا، بنتعلم من ما نشاهد في التلفزيون، بنتعلم من ما نقرأ. التعليم هو يعني مجموعة معينة من الفروض أن تقرأها إذا استطعت أن تقرأها. لذلك أنا في الغالب طلابي وطالباتي أنا مضطر أن أقول لهم على الكتاب، لأن يعني هذا كمان جزء من السيستم. والله أنا كان بودي أني ما أعطيهم كتاب، أعطيهم مجموعة من المقالات. نعم. وعندما يسألوني يا دكتور أول سؤال يسألوني ما هو المحذوف عنه، كأنه في ابتدائي. أنا أقول لهم لأن أنا يعني أعطف عليكم وأحبكم وأنتم أولادي وبناتي، فأنا حاذف عليكم الغلاف الأول من الكتاب والغلاف الأخير من الكتاب. جميل جدا. يعني هذا سؤال، أول سؤال يسألوك إياه. نعم. هو هذا. نعم. لا أنا صار لي 45 سنة أدرس، فبالتالي أعرف هالقصة هذه كلها. هل هناك فرق بين الطلبة دكتور محمد، وخاصة يعني مسيرة طويلة ما شاء الله من التعليم، مثلا من 40 سنة من 20 سنة وطلاب اليوم مثلا؟ بالتأكيد الطلاب اللي درسته معنا في النصف الثاني من السبعينات وربما الثلث الأول من الثمانينات أفضل بكثير من أفضل من أي ناحية؟ أفضل من حيث اهتمامهم، أفضل من حيث الدافعية الاجتماعية لهم. يعني كان آبائهم قريبين إلى بداية التعليم أو الأمية. نعم. وبالتالي أن ابنه يتعلم فهذا فخر كبير. نعم. فيدفعه إلى التعليم. نعم. الآن لا، أصبح التعليم يعني مثل أي شيء تحصيل آخر. حاصل. تحصيل حاصل. بالتالي مثل ما قلت لك أنا أنه لماذا تأتي إلى الجامعة؟ من أجل الشهادة. نعم. لا أكثر ولا أقل. وهذا يأخذني إلى مقالتك إنهم فتية غرتهم الشهادات. تقول أننا دخلنا في مرحلة ثقافية يمكن تشبيهها بأنها زمن الشهادات. صحيح، زمن الشهادات. نعم. زمن المظاهر التي حرفت الأهداف العظيمة للعلم من مقاصدها. هذا التكالب على الحصول على شهادة دكتوراه إن أمكن، أو بحدها الأدنى ماجستير. وتستطرد قائلا أما الجانب الثقافي فهو تلك المكانة شبه القدسية التي يضعها المجتمع على اللقب العلمي. وتقصد بها لقب دكتور. أنا حقيقة يعني؟ يزعجني من يقدم نفسه باسم الدكتور، وأشعر بشيء من النقص في. نعم. شخصيته مع الأسف. صحيح. وأعتقد أنه نتيجة نقدي أنا وغيري طبعا كثيرين على هذا الموضوع، بدأ الناس يعني تنسحب من هذه الفكرة. بس قصة يعني الشهادات المضروبة هذه، وعلى فكرة شهادات يعني مش بس في بلداننا العربية في وباء في الخليج طبعا بشكل كبير، ولكن حتى في بريطانيا. صحيح. كنا في البحرين مرة وجانا واحد من لندن سكول اوف ايكونومكس وزعل لما قلت له انتم تبيعوا الشهادات. قال لي شلون يعني، كيف تقول عن مؤسسة قديمة وراسخة؟ قلت له في واحد اسمه ابن القذافي اعطيته شهادة الدكتوراه لأنه دفع لكم فلوس. فبالتالي طبعا انزعج الرجل انزعاج شديد. يعني وصلت إلى هالمرحلة، يعني في الثمانينات بدأت ظاهرة الجامعات الغربية بتسهل موضوع شهادة الدكتوراه، إلى درجة أن يأتوك ناس متخرجين من الولايات المتحدة ولا يتكلموا الإنجليزية. فبالتالي لابدنا في خطأ ما كبير يعني. نعم. على ذكر اللغة الإنجليزية، هناك يعني الكثير من طلبتنا يذهبون إلى المدارس الأجنبية في بلدانهم العربية
يتعلم مثلا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية ويكون لديهم كره كبير لدروس وحصص اللغة العربية، شنو السبب في نظرك؟ ناقص بالسياسة التعليمية. من أي ناحية؟ يعني المفروض أن فيه مجلس مؤسسة تشرف على يعني برامج هذه المدارس وتوازنها بين العربية وبين الإنجليزية وبين الفرنسية. يعني خذي مثلا في تقرير لبلير، يعني الحكومة الكويتية جابتها في 2006 2007 2008، وعمل تقرير مهم جدا اسمه تقرير بلير لرؤية الكويت 2030، يقول فيه أن هذه البلد تصرف على التعليم وعلى الصحة أكثر من المتوسط الذي تصرفه دول أوروبا، ومع ذلك يعني لا في إنتاج سوية جيدة في التعليم أو سوية جيدة في الخدمات الصحية. دكتور محمد، تحدثنا عن التعليم وتحدثنا عن المرأة، نبي نتحدث الآن عن الكتابة. متى بدأ الدكتور محمد في الكتابة؟ يعني ربما أول مقالة لي وأنا في سن 14 سنة يمكن. نعم، صار مبكر جدا. مبكر يعني. جدا إيه. بس أظرف مقالة، أنا كنت أدرس في بريطانيا، كانت مجلة العربي تصدر، فكتبت مقالة وأرسلتها للدكتور أحمد زكي، كتبتها بخط يدي يعني. نعم. على أساس أن أنا طالب دكتوراه. نعم. فلم تنشر. وتمر السنين وأصبح رئيس تحرير مجلة العربي. هل عمرك فكرت أنك ستكون رئيس تحرير مجلة العربي؟ لا لم أفكر. أرسل خلفي الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت. نعم. الحالي كان وزير خارجية ووزير إعلام بالوكالة. نعم. وقال يعني إحنا عاوزينك تكون رئيس تحرير مجلة العربي. طبعا قلت له هذا شيء يسعدني، كان يعني عمري تحت الأربعين ذاك الوقت. قال لي الإعلام يجرح ويداوي. بعد سنوات طويلة يعني من سنة أو أكثر شفته، كنت أتذكر لما قلت لي أن الإعلام يجرح ويداوي، قال لي لا الآن يجرح ويجرح من غير مداواة. أي بس بعدين قال لي الأستاذ أحمد الله يرحمه، كان أحمد زكي وبعد أحمد بهاء الدين. نعم. أحمد بهاء الدين قال لي وهو يسلمني، قال لي أنا سألت الشيخ صباح، قلت إيش معنى فلان يعني؟ قال لي إن أبنائنا المشاغبين هذول نريد نشغلهم. جميل. لو تحدثنا عن بداية مجلة العربي، هي أول عدد طلع في 1958. ديسمبر 58. نعم. حتى قبل استقلال الكويت. يعني شوفي هذه الآباء المؤسسين في الكويت كانوا ناس تعليمهم أولي بس عميق. نعم. وعندهم تجربة يعني إنسانية عالية، فبدأوا يفكروا بإصدار مجلة، فذهبوا لاختيار من هو أفضل شخص، فكان في مرشحين قسطنطين زريق وآخرين يعني، وبعدين وقع اختيارهم على أحمد زكي. أحمد زكي كان وزير تعليم سابق. نعم. وكان رئيس تحرير الهلال، مجلة. نعم. الهلال. أستاذ كبير. وهي مجلة كانت مهمة جدا، وهو من القلائل اللي كان بيكتب في العلوم بشكل سلس. نعم. فأراد أن يأتي لهم بمجلة تشابه الناشنال جيوغرافيك ماجازين. نعم. على الطريقة العربية. وقتها احنا نتكلم على نهاية الخمسينات وبداية الستينات، ما كان في تلفزيون ملون، ما كان في يعني كل هال، فصارت يعني آيكون لوحدها. نعم. اقبل عليها الجميع. وانا طبعا كانت مقولة ان وهذا هو سر نجاحها ربما. هذا سر نجاحها. سر نجاحها ايضا رخصها. شوفي المشروع الثقافي الكويتي مشروع متميز في رأيي. اكيد. يعني مجلة عالم المعرفة مثلا، كتاب عالم المعرفة، مجلة العربي، وكان ممكن تطويرها. وأنا من البداية الحقيقة كتبت بأن المجلات مثل بني آدم يعني تبدأ وتأذي ثم يعني تهرم، إنما في بعض المجلات ما تهرم بسبب تجديد. نعم. يعني خذي مثلا ناشونال جيوغرافيك ماجازين
لا زالت من 200 سنة تقريبا ولا زالت جامعة مفتوحة. مجلة العربي كان ممكن أيضا أن تكون كذلك، وأصبحت يعني مكان يجمع العرب. العرب في الستينات والسبعينات كانوا يعملوا شغلتين في الشهر، يسمعوا أم كلثوم ويقرأوا العربي. نعم. ما سر اهتمام مجلة العربي بأدب الرحلات؟ يعني طورت منه واهتمت به اهتمام كبير. اهتمت فيه اهتمام الرحلات. كبير على شكل ناشونال جيوغرافيك ماجازين، على يعني صار مشت على خطة ناشونال جيوغرافيك، يعني أخذت يعني الفكرة الرئيسية وطبقتها على البلاد العربية. نعم. وأصبح فيه ثروة. نعم. يعني الآن ممكن عمل عليها أكثر من دراسة دكتوراه في تقديري. جميل. فأصبحت العربي هذا المميزة. نعم. بعدين أنا لما جيت وجدت أن العربي الصغير كان 4 صفحات في داخل العربي. نعم. هذه كيف الفكرة ظهور مجلة العربي الصغير. فبدأت يعني أقنع الزملاء بأن احنا نصدر مجلة، يعني الطفل العربي يستاهل أن نخرج له مجلة لوحده. هذه من معجزات الدكتور محمد. قال مدير المطبعة، طبعا البيروقراطية اشتغلت، قال بس احنا عندنا هذا القطع مشترين حجم كبير من الورق. نعم. قلت له خلاص هذا نعمله كتاب العربي. نعم. طلعنا كتاب العربي. هنا جاءت فكرة كتاب العربي. كتاب العربي. علي شنو اشتمل الكتاب العربي؟ كتاب العربي فكرته أن يا موضوع واحد لعدد من الكتاب أو لكاتب واحد في موضوعات متعددة. نعم. وباستمر الحقيقة الكتاب العربي اللي أيضا قلدت بعض المجلات في وقت لاحق موضوع الكتاب المصاحب للمجلة. حضرتك ترأست، كنت رئيس تحرير مجلة العربي لفترة طويلة، تقريبا 17 سنة. نعم. ما هو أكبر إنجاز تشعر به قمت به في تلك المرحلة؟ أشعر بأني كتبت يعني مستقبليات ما كانت واضحة في ذلك الوقت. موضوع الصحوة واحدة منها. زرت الاتحاد السوفيتي لفترة طويلة في وسط الثمانينات ورجعت كتبت مقال قلت فيه أن أنا أعتقد بأن هذه إمبراطورية بأرجل من خشب. نبوءة كانت. أنت ممكن تسيري المجتمعات بالسوسيولوجيا. نعم. بس ما يمكن تسيري بالأيديولوجيا. شوفي ما يحدث في السودان، شوفي ما يحدث في فنزويلا، وما سوف يحدث في إيران في تقديري. نعم. بس أليست كل البلاد تسير بنوع من الأيديولوجيا؟ يعني في أيديولوجيا أخاف من أيديولوجيا، بس في أيديولوجيا فاقعة. أخطر ما في الأيديولوجيا أن أنت تنظري إلى المستقبل بعيون الماضي. الموضوع الثاني اللي أعتقد يحز في نفسي أنا ونحن في آخر اللقاء موضوع القراءة. نعم. هل تعتقد أن العرب لا يقرؤون مثلا؟ أقول لك أنا رقم. الطفل الأمريكي يقرأ 6 دقائق في اليوم، والطفل العربي يقرأ 7 دقائق في السنة. هذه حقائق موضوعية. نعم. مش محتاجة إلى نقاش. أحد الفلاسفة قال أن العالم سوف يقوده من يقرأ، وبالتالي موضوع القراءة موضوع مهم. الآن عندنا إشكاليتين، إشكالية ضعف القراءة وإشكالية نوع القراءة. في بعض الناس أنا أسميهم من قراء العناوين، يعني يقرأ العنوان ويحكم على هذا الموضوع ويدخل معك في نقاش أيضا طويل عريض على أساس أنه فهم من العنوان. أخذا بالمثل الكتاب يبان من عنوانه ولا مثلا. وهذا غير صحيح. الكتاب لا يبان منه، الكتاب يقرا. صحيح. في كتابات الحقيقه متميزه، في كتابات انا اتكلم عن السوسيولوجيا، في كتابات متميزه مهمه، ولكن الكتاب المؤثرين هم كتاب غربيين، وفي السنوات الاخيره هم اسرائيليين. نعم. يعني الكتاب الأخير اللي عمل صدى كبير اللي هي 21 إيفول هراري. نعم. ومن قبل كان عندك كتابين السيبيانز وهومودوس. احنا مع الأسف ما قدرنا نترجمها. في أنا حاولت أن أحد ما يقوم بترجمته.
لأن أعتقد كتاب سيبينز يترجم حاليا أو على وشك الانتهاء منه في بيروت؟ والله لا أدري. شوف إحنا عندنا سلسلة عالم المعرفة، ويعني أنا مسؤول عنها صار لي سنوات الآن، واتجهنا إلى الترجمة وعملنا كتب لها قيمة حقيقية في رأيي على الأقل. نعم. بس مثل ما قلت ما هو مشكلة من يقرأ يعني. بالضبط. ومع هذا عندنا معرض الكتاب في القاهرة، يعتبر يعني أعتقد ثاني أكبر معرض كتاب في العالم بعد معرض كتاب ألمانيا. كيف يعني؟ معرض الكتاب في القاهرة في الفترة الأخيرة قيل لي بأنهم سحبوا الكتاب نقد البخاري، وهذه مثلة بالحقيقة. نعم. في الكويت منعوا عدد كبير من الكتب، بس طول عمرنا عايشين بالرقابة، صح ولا لا؟ الرقابة على الكتابة، الرقابة على الأفلام، الرقابة على كل شيء. الرقابة في عصرنا الحالي صارت من 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 شيم الماضي. صحيح. يعني شيء مضحك أصبح كتاب بلال هذا أخونا المغربي موجود على الإنترنت، أكيد يستطيع أي منا أن يقرأ يعني. يعني الرقابة ومنع الكتب أصبح لا معنى لها. لا معنى لها أبدا. الإنجليز عندهم مثل جميل يقول الأفكار القديمة تموت ببطء. Old ideas died hard. وبالتالي هاي الأفكار القديمة من الصعب أن ولا زالت تسيرنا الأفكار القديمة في كل لحظة من لحظات حياتنا. هذا صحيح، هذا صحيح. دكتور محمد، لو نحكي عن الإرهاب وأسباب الإرهاب برأيك، أسباب استقطاب الشباب رغم أن الكثير منهم خريجين ودكاترة ومهندسين وتعليم عالي وإلى آخره، ما رأيك؟ إذا كنا أردنا أن نكون موضوعيين أو على الأقل هذا رأيي، فإن الإرهاب كمفهوم هو كمن كالعميان الذين يصفون الفيل. كل واحد منهم كل واحد يصف يعني ما يلمسه. نعم. لذلك الإرهاب يعني لا يوجد لديه يعني مفهوم دقيق وواضح. صحيح. ونهائي في المجتمع العالمي. صحيح. الحركة الفلسطينية يقال في مكان ما أنها إرهاب. صحيح. وآخرون يقولوا بأنها حركة تحرير مثلا. نعم. فبالتالي هنا إشكالية الإرهاب، والإرهاب أيضا درجات. يعني ناس تعتقد الإرهاب هو أن مجموعة من الناس تقتل أخرى بدون سبب، هذا صحيح، هذا إرهاب. ولكن في إرهاب فكري. نعم. في إرهاب يعني وهذا ربما أصعب. الإرهاب الفكر أصعب. بالتأكيد من أصعب. في إرهاب الدولة، يعني الدولة تقوم بإرهاب الناس أو بإرهاب فئة من الناس في وقت ما في مكان ما. لهذا السبب يعني فهو يعني مفهوم إشكالي غير واضح المعالم. إنما إذا أردنا أن نوصف الأمر كله، الإرهاب له علاقة في تقديري بالحريات. يعني كلما زاد جرأة الحريات في المجتمع كلما قل الإرهاب بأشكال مختلفة، كلما قل الظلم قل الإرهاب. الإرهاب في مجتمعنا اليوم يتمثل يمكن بداعش، بالنصرة، بالقاعدة، تنظيمات الإرهابية المتطرفة دينية. وهذه بدأت بأفكار، هذه الأفكار بدأت بقضية أفغانستان. نعم. وأيضا فيها استراتيجيات دولية. خلينا أذكر لك أنا مثل يمكن ذكرته مرة أو مرتين. في وسط السبعينات كان هناك وكيل وزارة أصبح وزير في الكويت، اتصل فيني واتصل بصديق آخر شخص معروف في الكويت اسمه عبد الله النفيسي، كنا شباب، ودعانا قال أنا الليلة عندي ضيف من أمريكا وهو جالس ليلة واحدة وبكرة هيسافر، فعاوزكم تعيشوا معه. فروحنا له، رحنا جلسنا معه. فكان هذا الشخص اسمه بريجينسكي، كان وقتها المستشار الأمن القومي لكارتر. فوحنا نتحدث في موضوعات متعددة، قال إحنا سوف يعني نخلخل الاتحاد السوفيتي.
فكيف يا سيد بريجنسكي؟ قال من خلال خاصرته اللينة اللي هي الجمهوريات الإسلامية. خرجنا أنا وعبد الله وقلنا هالأمريكان صحيح بسطاء وسذج، هل الدولة الكبيرة العظيمة هذا تخلخلها أنت نعم. وتبين بعد ذلك، يعني طلع بعد ذلك طلعت مجموعة من الوثائق أنه كان في خطة ضد نظام المؤامرة. نعم. يعني ما تفهمني خطأ. نعم. ولكن تبين أن كان في تفكير معمق في هذا الموضوع. بعدين كتب عنه الأستاذ هيكل أيضا. نعم. وأنا شفت الكتاب نفسه حول هذا الموضوع. فإذا دعونا إلى ساحة أفغانستان، تحمسنا تحمس شديد وذهبنا كالعميان يعني. وذهبنا كالعميان. بعدها بعد 11 سبتمبر كتبت أنا مقالة في الحياة، قلت فيها بهذا المعنى، الأمريكان دخلوا إلى أفغانستان باستراتيجية خروج وإحنا دخلنا فيها بدون استراتيجية خروج. بعدها بأسبوع أو أسبوعين زارنا المرحوم الأمير نايف بن عبد العزيز، كان وزير داخلية، ودعا واحد من أصدقائنا التجار لغدا. نعم. فدعانا حوالي 50 واحد 40 واحد، وأنا صفيت في الصف، فسلم علينا قال هذا فلان، قال أنت اللي كتبت المقال. كلامك صحيح، قرأ المقال هو. نعم. فإحنا دخلنا بدون استراتيجية خروج، وأسوأ ما يمكن أن تفعليه أن تدخلي في لعبة دون استراتيجية خروج. قبل سنوات دعوني في أحد الدول الخليجية لأتحدث في ندوة مقفلة عن الربيع والخليج، ربيع العربي. نعم. والخليج 2012-2013 من النوع. فقلت لهم أنا الثيمة، وبعدين كتبتها بتوسع، أن دول الخليج اشترت ورقة يا نصيب في الربيع العربي ونست أن تشتري بوليصة تأمين. وهذا اللي حدث الآن دخلنا في بعضنا. صحيح. لأن ما كان عندنا بوليصة تأمين تؤمننا من هذا الموضوع. ما هي بوليصة التأمين؟ شنو مواصفاتها؟ بوليصة التأمين أن قبل لا أدخل الآن إحنا نحارب بعضنا في ساحات. صحيح. في الساحة الليبية. صحيح. في الساحة السورية، في الساحة العراقية، في الساحة اللبنانية. بوليصة التأمين أن إحنا نقوم بتقديم المشروع الأفضل، نحن نقدم المشروع اللي ممكن ينقذنا من التيار. أنا تقديري اليوم وأنا أتكلم بأن حتى الآن لم نصل إلى نهاية الربيع العربي. لماذا في رأيك لم ينتهي؟ لأن التفاعلات والديناميكيات لا زالت باقية. لازال هذا الصراع أصبح خليجي. نعم. وهذا يقودني إلى السؤال عن الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية. دكتور محمد، أين نحن؟ ووسائل التواصل الاجتماعي. والديكتاتورية الرقمية. يعني كما الديكتاتورية الرقمية هي إحنا قاعدين نستخدمها الحقيقة استخدام في تقديري بين قوسين متخلف، لأن المعلومات اللي تصب لنا في وسائل التواصل الاجتماعي وخلافه هي معلومات خاطئة، يعني ليست دقيقة. فأنا عندي مثل، إذا عندك وقت أقول لك عليه. ورتني زوجتي مرة واتساب، وهو منتشر يعني بين الناس، بأن التين والزيتون مذكور في القرآن، وهذا صحيح. صحيح. وأن أكل 7 زيتونات وتينتين تعمل قلبك ووضعك مش عارف إيه وحياتك. وما أكثر هذه الأشياء في وما هذا استفزتني في الوسائل الاتصال. فبدأت أقرأ في التين والزيتون، وجدت يعني القرطبي يقول بأن هذه آية قسم، والتين والزيتون هي مكانين، لذلك هو وطور السنين وهذا البلد الأمين، يعني هو يتكلم عن أماكن، وأن الزيتون في بعض سام، وأن أكل أكثر من اللازم من التين يسبب يعني ارتباك معه. نعم. وكتبت هذا المقال ونشر في الشرق الأوسط ولم يرد عليه أحد. من كم يوم قلت أنا في إحدى المحاضرات في الكويت، وسألني واحد من إخواننا يعني من أصحاب التشدد. نعم. يعني أين قرأت هذا؟ قلت في القرطبي، أقرأ القرطبي.
فهذا النوع من المعلومات وهي كثيرة، لو الواحد بس فرغ نفسه يفندها لما عاد عنده وقت. صحيح. نعم. صحيح. هذه مشكلة الوسائل. صحيح. التواصل الاجتماعي. ما رأيك باللغة المستخدمة في وسائل الاتصال الاجتماعي؟ يعني هذه كمان بلوى أخرى تدل كمان على قيم كمان مجتمعية، شتائم و... نعم. وإلى آخره. وفي كثير من الأوقات تستمعين أنت إلى تلفزيون يتحدث المتحدث وكأن اللي أمامه جهلة. يعني صحيح. بعض المذيعات والمذيعين يتحدثوا أكثر من 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 الضيف. نعم إن شاء الله بس ما تحدثت أنا أكثر من الضيف. وفي ختام حلقتنا دكتور محمد، انبسطنا بك وسعيدة أنا جدا بهذا الحديث سمي. وهذا الحوار الجميل موجود على الطاولة أمامك، لو تكرمت كتاب مع فدوى، لو تكرمت علينا تكتب لنا كلمتين مع فدوى. نعم مع حلو. فدوى هذا اختار أي خاص. صفحة فيه لو تحب تقراها دكتور محمد يعني فدوى براحتك. في أي مكان تشعر فيه بالحب هو عيد الحب. شكرا. أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ساعدت كثيرا بالحديث مع فدوى وكانت أفكار وموضوعات شيقة استفدت منها، وأتمنى لكل منتسبي وعاملي في هذه المؤسسة التوفيق. شكرا جزيلا، احنا اللي استفدنا منك دكتور محمد، والله احنا اللي استفدنا. مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، تصبحون على ألف خير.